السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين بالصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدارجه. باش ما نطولش على اخوتي، نمروا الان الاهم عناوين حلقة اليوم. هولندا تعتذر من المملكة المغربية لهذا السبب. كوكب اليابان منبهر من المملكة المغربية بسبب الملك محمد السادس. المغرب وموريتانيا يوجهان صفعة قوية للجزائر والصناديق بمشروع جديد غير مسبوق. في ضربة موجعة لجبهة الصناديق، عدة شركات أجنبية ترفض الانسحاب من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بعدما قام بفضحهم محاولة اغتيال مسؤول بالصناديق من طرف جنرالات الجزائر. إسبانيا تتهجم على القصر الملكي وتتهم المغرب بابتزاز إسبانيا بحياة مواطنيها. مرحبا بكم من جديد. أدانت الحكومة الهولندية رسميا الأحداث التي وقعت مؤخرا في قنصليتي المغرب بكل من دومبوش وأوتريخت، حيث وفي عمل جبان قام أشخاص باقتحام القنصليتين وقاموا بتدنيس العلم المغربي ورموز الأمة المغربية. ووعدت حكومة هولندا باتخاذ كافة التدابير الأمنية والقانونية في حق مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية. وقال وزير الشؤون الخارجية الهولندي ستيفن بلوك إن هذه الأعمال غير مقبولة. واعترف الوزير بأنه خلال السنوات الأخيرة نظمت مظاهرات في عدة مناسبات بالقرب من القنصلية المغرب وقرب سفارة المغرب. من جهتها احتجت السلطات المغربية معتبرة عملية الاقتحام انتهاك لاتفاق فيينا المتعلق بحرمة المقرات الدبلوماسية ووجبة الدول المستضيفة بحمايتها. وكان أفراد قد اقتحموا الاثنين الماضية القنصلية العامة للمملكة المغربية بدومبوش وأقدموا على تدنيس العلم الوطني المغربي ورموز الأمة المغربية. وكان حادثا مماثلا قد وقع في يناير الماضي بقنصلية المغرب في أوتريخت. أعرب سفير اليابان لدى المملكة المغربية تاكاشي شينوزوكا عن إعجابه بالتدابير التي واجه بها المملكة المغربية جائحة الفيروس التاجية وفقا للتعليمات الملكية. وأوضح شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة المغربية نجحت في تدبير جائحة الفيروس التاجي بشكل مثير للإعجاب. وأرجع المتحدث ذاته إلى الانخراط الشخصي للعاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أخذ بزمام المبادرة وأنار السبيل لكل المغاربة. وقال سفير اليابان لدى المغرب في بداية الجائحة كان الخبراء يخشون حدوث كارثة في القارة الإفريقية، إلا أن الواقع أنه تم احتواء الفيروس خاصة في المملكة المغربية بفضل الجهود التي بذلها جلالة الملك محمد السادس العاهل العظيم الذي أخذ بزمام المبادرة وأنار السبيل. وأضاف شينوزوكا أن اهتمام الملك ارتكز أيضا حول إفريقيا من خلال المساعدات الإنسانية التي قدمها المغرب لحوالي 20 دولة. ووصف بادرة التضامن بالمثير للإعجاب والتقدير خصوصا عندما تتم في نشرات الإخبارية للقنوات التلفزيونية مشاهدة كل تلك الطائرات التي تحمي النجمة الخضراء، طائرات الخطوط الملكية المغربية تحط بجهات القارة الإفريقية الأربع بما فيها أقصى الجنوب. وبخصوص حملة التلقيح بالمغرب، نوه الدبلوماسية اليابانية باستمرار الالتزام الشخصي لملك البلاد والذي قدم نموذجا من خلال تلقي جلالته لأول جرعة تلقيح ضد الفيروس التاجي وإعطائه تعليمات ليكون مجانيا. تستعد السلطات المغربية ونظيرتها الموريتانية لفتح معبر جديد بين البلدين على مستوى منطقة جلتة الزمور بمدينة السمارة. وحسب مصادر إعلامية متطابقة فمن المنتظر قريبا افتتاح المعبر الذي سيعزز الحركة التجارية بين المغرب والدول الإفريقية، إذ يعد الثاني من نوعه في المنطقة بعد معبر القرقرات. هذا وسينعش المعبر الجديد اقتصاد مدينة السمارة وكافة الأقاليم المحيطة بها، خصوصا أنها تعتبر صلة وصل بين المغرب وبقية الدول الإفريقية.
في ضربة موجعة لجبهة الصنادلية الانفصالية، رفضت الشركات الأجنبية المستثمرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الاستجابة لدعوات عصابة الصنادلية المتمردة بالانسحاب من المنطقة. وجاء ذلك رغم استخدام بروباغاندا الحرب الوهمية، منذ نجاح القوات المسلحة الملكية المغربية في طرد عناصر الصنادلية من معبر القرقالات الحدودية. واستغلت عصابة الصنادلية الأزمة الدبلوماسية بين الرباط وبرلين من أجل محاولة إقناع شركات ألمانية بسحب استثماراتها من الصحراء المغربية، لكن المستثمرين الألمان رفضوا ذلك وأكدوا على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المغرب بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي وسياساته الناجحة في القارة الإفريقية. ورغم الضغوطات الجزائر والأصوات الانفصالية، فقد رفضت الشركة الألمانية العملاقة DHL المتخصصة في الخدمات اللوجستية والمتواجدة في مدينة العيون المغربية سحب استثماراتها من المنطقة. وشدد عددا من المساهمين خلال اجتماع اللجنة العمومية للشركة الأم جويتش بوست على ضرورة تعزيز أنشطة الشركة بالصحراء المغربية وتطويرها، وذلك رغم تنظيم نواب ألمان ندوة رقمية طالبت من خلالها شركات بلادهم بسحب استثماراتهم من الصحراء المغربية. اهتزت مخيمات تندوف مؤخرا على وقع محاولة تحييد قيادي بارز بجبهة الصنادلية مكلف بالتموين ووسائل اللوجستية والتنسيق مع جنرالات الجزائر. وكان القيادي المعني بالأمر وفق ما كتبته الأسبوع في عددها الصادر اليوم قد تعرض لعملية تحييد فاشلة بعد 48 ساعة فقط من عودته من وهران الجزائرية، والتي حضر فيها لقاء جمعه بمسؤول رفيع المستوى برتبة جنرال تابع للجيش الوطني الشعبي الجزائري. مكتب المسؤول العسكري الجزائري بمدينة وهران كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث وقع خلاف بين قيادية الصنادلية والجنرال الجزائري لم يكشف بعد عن تفاصيله، لكن ما ردده قيادية الصنادلية تعليقا عن اللقاء الذي جمعه بالمسؤول العسكري الجزائري حسب مصادر علمة هو بالقول للحاكم هذا: حنا 46 سنة وحنا محكومين. كلما كانت رصاصة اتجاه حاكم الجزائر ليتم بعدها التخطيط لتحييد هذا القيادي الذي خرج عن سيطرة حكام الجزائر، ليتم تنفيذ المخطط من طرف كوموندو متخصص في مثل هذه العمليات. ووقعت عملية التحييد مساء الجمعة الأخير عقب عودة القيادي إلى مخيمات تندوف غادبا قبل أن يفاجأ بشخص مقنع يتهجم عليه وفر هاربا على متن سيارة رباعية الدفع، مما استدعى نقل الضحية إلى المستشفى. عملية التحييد الفاشلة التي كانت مخيمات تندوف مسرحا لها دفعت إلى مطالبة المنتظمة الدولية بالتدخل. في غمرة محاولة الرباط ومدريد إنهاء أزمتهم الثنائية، اختار حزب فوكس المصنف في خانة اليمين المتطرفة أن يستغل الأزمة التي تعيشها جزر الكناري جراء موجة الهجرة الغير نظامية التي ضربتها خلال الأشهر الماضية من أجل تسويق خطاب معادل للمملكة المغربية، حيث لجأ في تجمع يوم الثلاثاء الماضي بسانتا كروز دي ترينيفي لاستخدام لهجة حادة لم يسلم منها حتى القصر الملكي المغربي، متهما السلطة المغربية بممارسة الابتزاز بوساطة حياة مواطنيها. وحل الأمين العام لحزب فوكس خافير أورتيغا سميت بجزر الكناري لتفقد وضعيتها بعد موجة الهجرة الغير نظامية التي أثقلت كاهلها، إذ أورد بعد زيارته لمركز لاس كارانيتاس للمهاجرين في تيرينيفي أن أكثر من 50% من نزلائهم مغاربة، هؤلاء الذي اعتبر أن السلطات المغربية تمارس الابتزاز تجاه إسبانيا بحياتهم ومستقبلهم، قبل أن يستعمل عبارات حادة لانتقاد القصر الملكي المغربية والسلطات المغربية باعتبارهما مسؤولين عن ذلك. غير اندفاع أورتيغا سميت لما قاله ليس هو الإشفاق على حال المهاجرين الغير نظاميين، بل غضبه من تعامل الرباط مع طلبات مدريد لاستعادتهم، وهو ما اتضح من خلال قوله إن الحكومة الإسبانية كلما تفاوضت مع نظيرتها المغربية حول عملية الترحيل يكون المقابل هو غزو الطماطم والخضروات المغربية للسوق الإسبانية. وتعد هذه
الكلمات هي الأقوى من نوعها من طرف حزب فوكس بخصوص أزمة المهاجرين الغير نظاميين بجزر الكناري، وتأتي في سياق سياسي مشحون تعرفه إسبانيا بعد اقتراب إعلان الانتخابات المبكر في عدد من الأقاليم وعلى رأسها إقليم مدريد، ودفع بضرب الأحزاب في اتجاه إجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها أيضا. ويريد فوكس دعم شعبيته المتزايدة من خلال خطاب الكراهية وأكثر شعبوية وأكثر عداء للمملكة المغربية وللمهاجرين. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، تمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى حلقة مساء غدا إن شاء الله.